حديث الصحافة. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في جولة جديدة من حديث الصحافة. البداية مع صحيفة الشرق الأوسط، حيث كتبت مقالا بعنوان موافقة غربية مشروطة لمشاركة إيران في جنيف 2. قالت فيه: أكدت مصادر دبلوماسية غربية للشرق الأوسط في باريس أن الباب لم يغلق أمام حضور إيران مؤتمر جنيف 2 المزمع عقده منتصف نوفمبر تشرين الثاني المقبل لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية. وقالت المصادر ذاتها إن طهران عادت إلى المسرح السياسي الدولي من باب ملفها النووي وخطاب الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني، لكنها أشارت إلى أن هناك عقبات يتعين على القادة الإيرانيين اجتيازها قبل أن يجلسوا إلى طاولة الحوار المنتظرة. وأشارت المصادر إلى أن الشرط الأول لمشاركة طهران يكمن في قبولها بأن الغرض من جنيف 2 هو الوصول إلى تشكيل حكومة انتقالية في سوريا تعود إليها كل السلطات التنفيذية بما فيها الإشراف على المخابرات والجيش وكل الصلاحيات الأخرى. أعزائي المشاهدين، نبقى أيضا في صحيفة الشرق الأوسط، حيث نشرت مقالا بعنوان الجيش الحر يستهدف منزل الأسد وقصر تشرين وقذيفة على السفارة الصينية في دمشق. قالت فيه: استهدف الجيش السوري الحر أمس مواقع حيوية وأمنية في العاصمة السورية دمشق، بينها القصر الرئاسي ومنزل الرئيس السوري بشار الأسد ومقر المخابرات العسكرية ورئاسة الوزراء بسلسلة من قذائف الهاون. وأكد ناشطون معارضون أمس أنباء استهداف الجيش الحر للقصر الرئاسي في العاصمة دمشق بعدد من قذائف الهاون. وقالت مصادر المعارضة إن قذيفة سقطت على أحد أسطح القصر والواقع شمال غربي منطقة المهاجرين، في حين سقطت الثانية بالقرب منه، مما أدى إلى رؤية أعمدة الدخان المتصاعدة. ونقلت صفحات المعارضة عن ناشطين قولهم إن قذيفة أخرى سقطت أمام الباب الرئيسي لشعبة المخابرات العسكرية، وأصابت رابعة منها الطابق الخامس من البناء المطل على رئاسة مجلس الوزراء. وكانت مناطق عدة في العاصمة دمشق شهدت أمس قصفا بقذائف الهاون. وقال أحد القياديين في الجيش الحر للشرق الأوسط إن استهداف القصر الرئاسي جاء من محور الغوطة الشرقية، وباتت محاولة الاستهداف روتينية على الرغم من أنها ليست ذات فائدة في ظل شراسة النظام. وأشار إلى أن التركيز بات ينصب أكثر على استهداف المقرات العسكرية والأمنية للنظام والمرافق التابعة له. وتبنى المجلس العسكري بدمشق وريفها والتابع للجيش الحر إطلاق قذائف الهاون على العاصمة، وبث المجلس على شبكة الإنترنت مقطع فيديو يظهر مقاتلين يطلقون قذائف هاون قالوا إنها باتجاه منزل الأسد والقصر الرئاسي. وتزامن استهداف القصر الرئاسي مع تجدد استهداف سفارات الدول الداعمة للنظام السوري. بالانتقال إلى صحيفة القدس العربية، والتي نشرت مقالا تحت عنوان مسؤول مقرب من الأسد يكشف زيارة وفد من المعارضة لدمشق للتباحث في حل سوري للأزمة، قالت فيه: قبل 6 أسابيع وصل إلى العاصمة السورية دمشق وفد مكون من شخصين، أحدهما مدني والآخر من الجيش السوري الحر، حيث وصل بعد حصولهما على ضمانات بعدم المساس بهما وتأمين دخولهما وخروجهما من العاصمة. وقد جاء الرجلان ومعهما مبادرة تتضمن إمكانية عقد مفاوضات بين الحكومة وضباط في الجيش السوري الحر ممن يؤمنون بالحل السوري للأزمة. هذا ما قاله مسؤول بارز في النظام السوري ومقرب من الرئيس بشار الأسد، وما نقله الصحفي البريطاني روبرت فيسك في تقريره اليومي من العاصمة. وبحسب المسؤول فالمبادرة تتضمن 4 نقاط، وهي ضرورة عقد حوار وطني داخلي، وأهمية حماية الممتلكات الخاصة والعامة، وشجب وإنهاء الحرب الطائفية الإثنية، وأخيرا على الجميع
العمل من أجل سوريا ديمقراطية يتسيدها حكم القانون. وبحسب التقرير فلم تتضمن المبادرة على الأقل في شكلها الحالي أي دعوة لرحيل الأسد، وهو المطلب الرئيسي لفصائل المعارضة كلها بكل أطيافها المسلحة والسياسية. وقد جاء الرد سريعا على المبادرة من جانب الحكومة، والذي أكد على أهمية عقد الحوار داخل الأراضي السورية، ولأنه حوار بين السوريين فلم يضع النظام أي شروط، بل وتعهد النظام بتوفير الأمن لأي فرد في الجيش الحر يشارك فيها. ويضاف إلى هذا تطور جديد في مدينة حلب، والتي تعيش حالة حرب منذ العام الماضي، أدت إلى تفكيك مفاصلها وتهديم معالمها التاريخية والحضارية وتشريد سكانها. ففي 7 أحياء تسيطر عليها المعارضة، ومعظمها يسيطر عليها الجيش السوري الحر، سيسمح للموظفين في قطاع الخدمة المدنية بالعودة إلى مكاتبهم، فيما ستفتح المؤسسات والمدارس الحكومية أبوابها. وسيتم نزع سلاح الطلبة الذين انضموا للفصائل المسلحة، ويسمح لهم بالعودة إلى فصولهم الدراسية. مجلة دير شبيغل الألمانية نشرت مقالا تحت عنوان طموح أوباما بهجوم دبلوماسي في الشرق الأوسط، قالت فيه: اللحظة التاريخية خطط لها بعناية، فبعد لقاء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا، دعت كاثرين أشتون ممثلة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية وزير الخارجية محمد جواد ظريف إلى لقاء مجلس الأمن المنعقد مؤخرا. وقالت أشتون بأنه لا يجب أن يشعر الإيرانيون على أنهم مستبعدون. ظريف قال بأنه لم يرد أن يضيع الوقت، مضيفا بأن الكثير قد تغير في بلاده مع الانتخابات التي جرت أخيرا وأوصلت الرئيس روحاني إلى السلطة، وقال بأن مهمته هي حل مسألة بلاده النووية سلميا. وأضاف ظريف بأن الاتفاق يمكن أن يحصل خلال عام، موضحا بأن بلاده ستجعل هذا الأمر ممكنا خلال تلك المدة. وبعد لقاء أعضاء مجلس الأمن، التقى ظريف سريا مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، تقول دير شبيغل. وتضيف المجلة بأن الاتفاق قد يشكل نقطة تحول في تاريخ الشرق الأوسط، حيث إن الوصول إلى اتفاق حيال إيران أصبح ممكنا ولأول مرة، كما أن هنالك بوارق أمل لحل مشكلتين في مناطق الصراع، حيث وافق مجلس الأمن الأسبوع الماضي على مسودة قرار لوضع جدول زمني لتدمير الأسلحة الكيميائية السورية، كما أن أوباما كشف عن محادثات سلام بين إسرائيل والفلسطينيين. وتقول المجلة بأن 4 كلمات من روحاني كانت كفيلة للإشارة لبداية عهد جديد، حيث قال: عندما نحل مشكلتنا النووية سنكون جاهزين للتحول للمسائل الأخرى. أعزائي المشاهدين، صحيفة الديلي تلغراف البريطانية نشرت مقالا تحت عنوان إيران وإسرائيل في ريبة من اتفاق أوباما، قالت فيه: انتقد رئيس الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري الرئيس روحاني، وذلك لاستجابته لاتصال أوباما بعد عقود من الصمت الرسمي بين البلدين. وأضاف الجعفري أنه كان على روحاني عدم الاستجابة للاتصال، كما أنه استطاع رفض اللقاء بينهما. وأضاف جعفري بالقول: إذا رأينا الساسة يرتكبون الأخطاء فإن علينا أن نطلق التحذيرات. وكذلك فقد التقى بنيامين نتنياهو بأوباما ليحذره من الانجراف وراء كلام إيران المعسول، حيث طلب من أمريكا أن تبقى متيقظة من إيران التي تحولت إلى الطريق الدبلوماسي فجأة، مذكرا أوباما بأن إيران ما زالت تريد إزاحة إسرائيل عن الخارطة. وكان جواب أوباما بأنه يشارك إسرائيل بالرأي بأن إيران يجب أن تبدي أفعال وليس مجرد أقوال، بأنها لا تسعى لامتلاك سلاح نووي.
بالانتقال إلى موقع الجزيرة نت، والذي نشر مقالا لغازي دحمان تحت عنوان كلهم انتصروا على سوريا. قال فيه: مخجلة هي ردات الفعل التي أعقبت إقرار مجلس الأمن للقرار 2118 ووقحة إلى حد الصلف، فبين تهليلات الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن إدارته انتصرت انتصارا باهرا، وأفراح بشار الأسد وحلفائه الممانعين بأنهم غيروا موازين قوى العالم وصعدوا روسيا قوة دولية كبرى، استمر دم السوريين يسيل غزيرا. وقد أوحى هذا المشهد كما يقول الكاتب بأن كل الملوثة أيديهم بدم الشعب السوري، وأولئك الذين أتاحوا للمشهد أن يكتمل قد انتصروا: أمريكا، روسيا، نظام الأسد، إيران، حزب الله، ومعهم إسرائيل، ووحدها العدالة الإنسانية من خسرت. لم يكن أحد يعلم أن موت السوريين سيوزع تلك المساحة الهائلة من الانتصارات. وحده العالم المعاصر بتراجع أخلاقه وتهافت منظومته القيمية يستطيع أن يصنع من بساط دم السوريين سجادة يطأ عليها القادة المنتصرون. ويضيف الكاتب: ولا شك بأن الاتفاق الكيميائي يصلح قاعدة لهذا التفاهم ويؤطره، بحيث تصبح سوريا ومأساتها خارج دائرة العلاقات الأمريكية الروسية الإيرانية. ولعل المفارقة الأكثر سطوعا في هذا المشهد المليء بالمفارقات أن يبدو الرئيس السوري بارعا في صناعة أدوار للدول على حساب موت جمهوريته. فقد نقل عنه حلفاؤه اللبنانيون أنه كان يشعر بالفخر والنشوة لأن روسيا حققت تقدما ملحوظا في تراتبية القوة الدولية، وأن إيران التي سلمها مفاتيح مصير الدولة السورية تستطيع أن تفاوض العالم اليوم من موقع قوة، فيما حزب الله الموغل بالدم السوري والمرتكب جرائم حرب حسب منظمات حقوقية دولية بحق المستضعفين السوريين بات حسب رؤية الرئيس المؤتمن على الدم السوري قلعة مقاومة. وفي الواقع أيضا فإن أطراف الاتفاق لم تفعل سوى أنها استثمرت الأزمة السورية. وختم الكاتب بالقول: ولن يمر وقت طويل قبل أن تدفع تلك الأطراف ثمنا مضاعفا لجنيها العجز. أعزائي المشاهدين، وبالانتقال إلى الصحافة التركية، وكالة أنباء الأناضول عنونت في خبرها اليوم: أرنج، البرلمان سيناقش قريبا تمديد مذكرة تفويض القوات المسلحة بشأن سوريا. أكد نائب رئيس الوزراء التركي بولانت أرنج أن مجلس الوزراء صادق على تجديد مذكرة تفويض الحكومة والقوات المسلحة للقيام بعمليات خارج الحدود، والتي يتهي مفعولها في الرابع من الشهر المقبل، وتأتي في إطار التدابير المتخذة في مواجهة الأخطار القادمة من الجانب السوري. ولفت أرنج في مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء أن الجمعية العامة للبرلمان التركي ستناقش الموضوع الخميس المقبل في حال كان جدول أعمال البرلمان ملائما لذلك، مؤكدا بأن المذكرة ستقتصر على سوريا ولن تشمل العراق. صحيفة يين الشفق من جانبها عنونت: سياسيون ومثقفون عرب وأتراك في حوار واسع في إسطنبول. تعقد منظمة الحوار العربي التركي في أكبر تجمع عربي تركي اجتماعا صباح الخميس المقبل في مدينة إسطنبول، وذلك بمشاركة واسعة من سياسيين ومثقفين من الأعضاء والمشاركين الأتراك والعرب، وبرعاية من كبار المسؤولين الأتراك. وسيتم في الاجتماع مناقشة تعميق العلاقة بين الجانبين العربي والتركي وانتخاب الهيئة التنفيذية التي ستشرف على أعمال المنظمة. وسيتم في الاجتماع مناقشة تعميق العلاقة بين الجانبين العربي والتركي وانتخاب الهيئة التنفيذية التي ستشرف على أعمال المنظمة والملتقى خلال السنوات المقبلة. وكان قد تم تأسيس ملتقى الحوار العربي التركي
بقرار من مجلس الوزراء التركي، واقترن القرار بمصادقة رئيس الجمهورية التركية، وصنفت كمنظمة دولية مركزها في مدينة إسطنبول. وقد اجتمع الملتقى مرة في إسطنبول وثانية في شهر إبريل الماضي في دولة البحرين لتوسيع هذا العمل التطوعي وتحويله إلى منظمة دولية. وقد أصدر حينها إعلان المنامة، والذي دعا جميع الهيئات المدنية والمنظمات الرسمية والشعبية ومراكز الأبحاث والجامعات ووسائل الإعلام لانتهاج أسلوب الحوار الهادف والبناء، وذلك دون الالتفات إلى إرهاصات الماضي والدعوات التحريضية، والعمل على توطيد العلاقة الوثيقة المبنية على العلاقات الإيجابية وتغليب المصلحة العامة والتطلع إلى المستقبل. هذا وقد تم انتخاب إرشاد هرمزلو مستشار الرئيس التركي رئيسا للمنظمة. أعزائي المشاهدين، ختام حديث الصحافة لهذا اليوم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.